السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ منورين المكتبة تك. معاكم محمد في فيديو جديد. اولا كل سنة طيبين وسنة سعيدة عليكم وعلينا، ويا رب يجعلها سنة مليانة فرحة ومليانة انجازات ومليانة تحقيق امنيات. فكل سنة وانتم طيبين، سنة سعيدة علينا باذن الله. 3 سنين بطلع معاكم في ريفيوهات بنمط معين، ستايل معين، وبطريقة فيديوهات معينة، من مقدمه لانبوكسنج لسوفت وير لبرنامج لخلص. جه الوقت بقى وبعد ما وصلنا ل 50,000 مشترك، وكمان في بدايه السنه الجديده، جه الوقت ان احنا نعمل ستايل جديد في طريقه فيديوهاتنا، وهنخلي الدنيا مختلفه شويه، مختلفه كليا عن طريقه الفيديوهات القديمه. فمهم جدا ان انت تكمل معايا الفيديو للاخر وتقول لي رايك في الفيديو، ورايك في الطريقه اللي هنقدم بيها الفيديو ابتداء من الفيديو ده. هل الطريقه دي كويسه ولا نرجع للطريقه القديمه وهي اللي كانت بالنسبه لك احسن في الريفيوهات؟ انتوا معايا بقالكم فتره، تقدروا تحكموا بشكل كويس جدا على الفيديو وعلى طريقه التقديم، وهل هي مفيده بشكل اكبر ولا الطريقه الاولانيه كانت مفيده بشكل. المشكله ان احنا كان بقالنا فتره بنعمل فيديوهات طويله جدا، وكان الفيديو معدي الثلث ساعه والنص ساعه، وفي ناس كتير الصراحه كلمتني في القصه دي. فانا قلت بقى لا، احنا نحاول ننجز شويه في الفيديوهات بقى ونتكلم بشكل اسرع شويه. خلاص عليك في المقدمه، النهارده نتكلم عن الساعه الهالو 3 برو بلس. هي دي احدث ساعه حاليا توفرت من الساعات التقليد لابل، السيريس 8 الجديده كليا، واللي جايب سوفت ممتاز جدا. فخلينا نبدا حالا ونتكلم عن اول جزء في الفيديو، وهو محتويات العلبه. زي ما احنا شايفين ده شكل العلبه، والساعه بيكون محتوياتها البسيطه جدا كتالوج، وبعد كده في عندنا الساعه، وعندنا شاحن، وعندنا 2 ستراب، واحد فيهم قماش واحد سلك. وده محتويات العلبه بتاعت الساعه الهالو 3 برو بلس. دلوقتي هنخش على الجزء الثاني ونتكلم عن التصميم. الساعه بتيجي متقاربه بشكل كبير جدا لساعه ابل الاصليه، مقاس 45 ملي، الساعه السيريس 9. الساعه بتيجي فيها لوك، فيها لوك ستراب عشان خاطر تحافظ على وجود الاستراب في مكانه ما يتحركش، وبتيجي بوزن 55 جرام، وزن مناسب جدا بالنسبه للساعات السمارت ووتش. طبعا بتقبل جميع اكسسوارات وجميع استرابات ابل الاصليه، وبتيجي ماتيريال من الالومنيوم. طبعا فيها سماعه وفيها سبيكر عشان تقدر تتكلم منها. نطلع على طول على الجزء الثالث من الفيديو ونتكلم عن الشاشه. الساعه بتيجي بشاشه من النوع الامل، شاشه كامله بدون حواف، تيجي بريزوليوشن بدقه 368 في 488، ريزوليوشن حلو جدا ووضوح عالي جدا للساعه. ابعاد الشاشه 2.04 بمعدل تحديث 60 هرتز، سرعه تاتش ممتازه جدا. طبعا الساعه بتدعم ويك اب، تقدر انت لما تلف الساعه قدامك تنور معاك. طبعا اولو زون ديسبلاي بكذا شكل، ما بتختارهمش، لكن تقدر ان انت لما تخلي الساعه خلفيتها الديجيتال هيبقى اولو زون ديسبلاي ديجيتال، ولما يكون الساعه خلفيتها عقارب هيكون اولو زون ديسبلاي عقارب. كمان الساعه بتدعم الاضاءه المستمره، يعني ايه يا عم محمد؟ يعني تقدر تخلي الشاشه الرئيسيه منوره طول الوقت، منوره معاك طول ما انت ماشي، ياخد من البطاريه بشكل كبير جدا، بس في اوقات هتحب انك تبقى منور الشاشه طول الوقت، الساعه تدعم الاوبشن ده. طبعا الساعه بتيجي بشاشه عاليه السطوع، وضوح كامل في ضوء النهار، وكمان تقدر تتحكم في البرايتنس ومستوى الاضاءه بخمس مستويات مختلفه. طبعا الشاشه بتكون مميزه جدا بخلفيات مميزه جدا، ده من خلال انك متصل مع الساعه برنامج الوير فيت برو. نخش دلوقتي بقى على الجزء المهم برضو من الفيديو، هو امكانيات الساعه. الساعه بتيجي باحدث سوفت نزل من شركه وير فيت برو، انيميشن اوضح والوان زاهيه جدا. بصراحه السوفت ده فيه متعه بصريه ممتازه جدا في تجربتك للساعه، بس بكل تفاصيل الساعه اثناء استخدامك ليها هتلاقي السوفت اسرع، انيميشن شكلها احسن، تفاصيل الساعه بشكل عام مميزه جدا جدا. طبعا الساعه بتدعم اللغه العربيه بشكل واضح ومثالي، بالاضافه ان كل الابلكيشنز بتاعه الاشعارات بتيجي في فولدر منفصل. السوفت الداخلي للساعه اللغه العربيه فيه واضحه وجميله جدا. كمان من الحاجات المميزه قوي في الساعه ان تقدر تتحكم في حجم الخط لثلاث مستويات، ممكن تخليه صغير، ممكن تخليه متوسط، ممكن تخليه كبير لو انت حد محتاج ان هو يكبر خط الساعه. ده من الحاجات المميزه جدا برده في سوفت الساعة. الساعة طبعا فيها تتبع لضربات القلب والاكسجين والضغط وخلافه. طبعا هي مش بتقيس اكيوريت، لكن هي مش بتديك قياسات وانت خالع الساعة. لو انت مش لابس الساعة ما بتديلكش قياسات، لكن وانت لابسها بس بتديك القياسات. طبعا الساعات الكوبي لحد كبير يصل ل 90% القياسات بتكون غير دقيقة، طبعا ما تعتمدش عليها بشكل كبير. الساعة فيها تزامن للطقس، الساعة فيها تحكم في الساوند من خلال الساعة، عشان لو انت لابس ايربود او بتسمع من صوت بتقدر تتحكم في ان انت تجيب الساوند اللي قبل كده والساوند اللي بعد كده، والتفصيل اللي احنا
اتكلمنا عنها كتير. طبعا الساعة فيها تحكم في الفيديوهات من على الساعة. لو انت حاطط مثلا الموبايل على ترايبود او حطه على حامل وعايز تتحكم في الفيديوهات اللي شغالة على الساعة وبتتفرج وانت مثلا بعيد شوية عن الموبايل، تقدر تتحكم من الساعة في ان انت تجيب الفيديو اللي بعد كده او الفيديو اللي قبل كده، او انك كمان تدي لايك للفيديو او انك توقف الفيديو. الساعة فيها 5 اشكال للقائمة مختلفة، تقدر تغير ما بينهم حسب بقى الشكل اللي انت شايفه مناسب ليك وحسب الشكل اللي هيعجبك اكتر وانت لابس الساعه. طبعا الساعه فيها بوصله وفيها شات جي بي تي، وزي ما انت شايف كده معايا انا سالت الشات جي بي تي شويه اسئله تهمنا في الفتره الحاليه، وده كان رد عليا رد ماسخ ومايع، لكن موجود فيها شات جي بي تي يقدر يرد عليك برضه في اسئله تانية زي ازاي تخس وازاي تاكل وازاي تلعب رياضه وازاي تذاكر ازاي تعمل خطه وحاجات مختلفه. طبعا الساعه فيها جوجل اسيست او المساعد الصوتي او سيري حسب نوع موبايلك، تقدر تدي اوردر من الساعه للموبايل يعمله لك زي اوبن يوتيوب اوبن فيسبوك اوبن تيك توك حسب الاوردر اللي انت عايز تديه للموبايل. طبعا الساعه فيها شويه العاب وفيها كشاف، والكشاف حلو جدا، جربته تجربه كده مهمه في لما يكون المكان ضلمه تقدر تعتمد عليه في انك تنور مكانك حاجه او تنور قدامك حاجه، زي مثلا تفتح باب تقفل قفل، الحاجات دي هتبقى حلوه جدا لما تبقى الدنيا مظلمه. طبعا الساعه فيها تقويم او كليندر، فيها اله حاسبه وفيها تسجيل صوتي تقدر تسجل عليها ريكورد تسمعه بعد كده لو انت عايز تدي تذكر نفسك بحاجه. من الحاجات المهمه جدا في الساعه واللي بتميزها عن الموديل السابق ان هي فيها اوبشن القبله. اوبشن القبله ده في مواعيد الصلاه، في قران، طبعا كتر خير الصين يعني ان هي بتعمل لنا حاجه زي كده وبتوجهها للناس في الوطن العربي تحديدا للمسلمين، فتقدر من خلال ابلكيشن قبله تقرا قران وتسمعه، تقدر تسبح، تقدر تعرف مواعيد الصلاه والساعه بتذكرك بمواعيد الصلاه عن طريق التنبيه، واوبشنز مختلفه. طبعا المواصفات برضو المهمه والاضافيه في الساعه الهالو 3 برو بلس ان هي بتدعم المكالمات رد واتصال، ودي مش الميزه. ايه يا هشام الاخبار؟ صوت الساعه الصراحه تحفه. صوت حلو عندك؟ اه الصراحه صوتها مميز جدا، صوتها عالي قوي يعني. سامع كويس؟ انا سامعك. اه لا طبعا اسمك ظاهر من غير ما اسجله على الساعه. الميزه هنا ان الساعه بتدعم اظهار جميع الاسماء المتصله، مش محتاج انك تسجل اسماء على الساعه عشان تظهر لك في اثناء الاتصال، الساعه تظهر لك الاسم بشكل كويس جدا، سواء طلبت الساعه عن طريق المكالمات او رابطها عن طريق البرنامج، ايا كان المكالمه الوارده فالاسم هيظهر معاك بشكل كويس جدا، وتقدر ترد من على الساعه او تكنسل من على الساعه. طبعا صوت الساعه في المكالمات كان مفاجاه، الصوت بتاع الساعه عالي جدا، كان صوت واضح جدا، تقدر تسمع صوت الساعه لو انت مشغل ساوند من مثلا في الاوضه هيكون الصوت شغال بشكل كويس، صوت الساعه كان مفاجاه حلوه جدا. دلوقتي بقى نتكلم عن البطاريه واستخدام الساعه، انا بقى لي اكتر من اسبوعين بستخدم الساعه والصراحه من الساعات اللي جربتها كنت برده مبسوط بتجربتها. البطاريه عندنا بتيجي بحجم 380 ملي امبير الحجم المعتاد مع وضع استعداد حلو جدا ممكن يوصل لسبعة ايام. في الاستخدام المتوسط ممكن تقعد معاك من يومين لثلاث ايام. ما بين قوسين الاستخدام المتوسط هو عن طريق انك مرابطها بالبرنامج بيجي لك عليها اشعارات لكن مش بترد وتتكلم منها، لكن في الاستخدام العالي اللي احنا نوصلها فيها مكالمات وهنرد ونتصل، فانت عندك الساعه تشتغل يوم يوم ونص. الساعه بتحطها على الشاحن لمده من ساعتين لثلاث ساعات عشان تبقى تاخد شحنه كامله. يفضل طبعا نشحن الساعه على الباور بانك او على اللابتوب او الكمبيوتر او اي مخرج يو اس بي عندك بخلاف راس الشحن بتاعت الموبايل. دي افضل طريقه لشحن الساعه عشان تحافظ على البطاريه لاطول فتره ممكنه. من الحاجات اللي عندنا في الساعه وهو وضع الساعه بجانب السرير، لما نكون حاطين الساعه الشاحن واحنا مشغلين الوضع ده بتلاقي التايم شغال طول الوقت، لو في منبه هتلاقيه برده شغال. خش بقى على الجزء اللي بعد كده وهو الجزء الخاص بالبرنامج. الساعه عندنا بتشغل على برنامج وير فيت برو الغني عن التعريف واللي مليان مميزات لكن برده في عيوب. من العيوب اللي موجوده في البرنامج وهو الاعلانات، وكمان عندنا عيب تاني ان الخلفيات بفلوس، لكن انت عندك مميزات حلوه جدا زي تحديثات مستمره، انا ما شفتش برنامج بيعمل تحديثات بالشكل ده، تحديثات مستمره بشكل مهول، عندك خلفيات كتيره جدا ما بين فلوس ومن غير فلوس، في حاجات كتيره مجانيه، والحاجات الحلوه جدا بقى بالنسبه لنا ان البرنامج ده بيتهكر من وقت للتاني، وفي الوقت اللي البرنامج بيتهكر فيه احنا بنقوم رايحين فاتحين واخدين كل الخلفيات الحلوه اللي احنا شايفينها مناسبه لينا، ودايركت بتتنقل على الاكونت الشخصي بتاعك اللي هو الاساسي. اتصال البرنامج مع الساعه اتصال فيه اوبشنات كتيره مميزه، طريقه الكونكشن سهله وغير معقده، هتحمل برنامج وتعمل بحث عن الساعه من على البرنامج، بس قبل كده تعمل اكونت باسمك، تربط الساعه مع البرنامج، الموضوع بيكون بسيط وسهل جدا. طبعا البرنامج بيطلب منك شويه صلاحيات لازم توافق عليها كلها بلا استثناء، مهم جدا تكون مشغل الجي بي اس، وطبعا لازم تكون مشغل بلوتوث الخاص بلوتوث بتاع الموبايل. طيب من خلال البرنامج يا محمد نقدر نعمل ايه؟ تقدر تغير خلفيه، تقدر تنزل صوره شخصيه، تقدر تغير خلفيه القائمه،
زي ما انت شايف معايا. تقدر كمان تفتح اشعارات البرامج اللي انت عايزها توصل لك على الساعه، وتقفل اللي انت مش محتاجه لو انت في برنامج مش محتاج ان انت تشوف اشعارات وتقفله من على البرنامج. تقدر تضيف اسماء على الساعه عشان تقدر تتكلم الاسماء ديت دايركت من على الساعه. اضافه الاسماء هنا ملهاش اي علاقه خالص بان هم يظهروا على الساعه ولا لا، لكن فائدتها الوحيد واستخدامها الوحيد انك تكلمهم مباشره من على الساعه. تقدر تضيف لحد حوالي اكتر من 100 اسم على الاندرويد ولحد 50 اسم على الايفون. الحاجات اللي انت ممكن تستفادها من البرنامج ان انت ممكن تبحث عن الساعة، والعكس صحيح انك تقدر تبحث على الموبايل من على الساعة. ما بين قوسين لازم تكون اصلا رابط الساعة بالموبايل. تقدر طبعا تفتح تذكيرات الصحة زي شرب المية، تذكير بشرب المية، تذكير بالجلوس، التذكير بالادوية، دي كلها حاجات موجودة في البرنامج. برضو موجود منبه، تقدر تضيف وقت لمنبه الساعة ترن فيه. في اوبشن التقاط الصوره عن بعد لو انت عايز تحط الموبايل على ترايبود او حاجه وتاخد لقطه من بعيد، فالاوبشن ده موجود في البرنامج. طبعا في برنامج القبله وتطبيقاته اللي احنا اتكلمنا عنه. تقدر تضيف ملفات صوتيه، تقدر تضيف ساوند تراك سواء بودكاست قران اي ساوند تراك وتسمعه من على الساعه من خلال اضافه الصوتيات على الساعه. تقدر تعمل خلفيه عن طريق الذكاء الصناعي. ومن الاوبشنات المهمه جدا برضه الناس بيهتم بيها وهو ان الساعه فيها 12 و24 ساعه، مش 12 ساعه بس، مش 24 ساعه بس، لا فيها اوبشن ال 12 وال 24 ساعه. دي كانت تفاصيل البرنامج بشكل سريع وبشكل مبسط، شرحنا فيه البرنامج وشرحنا الحاجات المهمه اللي فيه. لو في اي اسئله عندك ممكن تحطها لي في الكومنتات برضه، ارد عليك او تبعت لي على الصفحه نرد عليك ونقول لك لو عندك اي استفسار. بكده نكون خلصنا كل كلامنا عن تفاصيل الساعه الاساسيه. خلينا نخش معاك على الخلاصه واقول لك راي عام عن الساعه. كل مدى الساعات بتطور بشكل كبير وشكل ملحوظ، وبتلاقي دايما في تطور كبير قوي في الساعات الكوبل لقبل او الساعات السمارت ووتش. الساعه الهالو 3 برو بلس واحده من الساعات المميزه اللي جايه بسوفت حلو جدا وجايه بتفاصيل جميله، جايه بتطور عن الفيرجن السابق زي ما قلت لك اللي هو برنامج قبله واظهار اسم متصل. فبالتالي الساعه بتقدم تجربه حلوه جدا وقيمه حقيقيه مقابل سعر بسيط بالنسبه للاسعار اللي احنا بنشوفها الايام دي. مميزات الساعه الصراحه كل حاجه في الساعه كانت عجباني، ومن عيوبها مش هقول لك ان هي مش بتقيس كويس لان ده مش عيب، احنا خلاص عارفين ان ساعات الكوبي مش بتقيس بشكل كويس، فبالتالي ما عادش داعي. ده بقى تفاصيل الساعه كده. فعجبني فيها البطاريه، عجبني فيها الشاشه، عجبني فيها استقرار الاتصال مع الموبايل، عجبني فيها كمان اظهار اسم متصل، عجبني فيها الخلفيات الحلوه جدا اللي موجوده على البرنامج. الصراحه الساعه كانت ممتازه جدا جدا جدا، تحديدا بقى في شكل السيريس اللي انت شايفه ده. عجبني فيها طبعا ان هي بتاخد كل الاكسسوارات قبل، ما بتقولش لا على اي اكسسوارات. فبالتالي يعني انت بتشتري ساعه كوبي قبل، فكل الحاجات المهمه بالنسبه لك كساعه كوبي قبل هتلاقيها الساعة الهالو 3 برو بلس، وهتبقى مريحة جدا في الاستخدام. مش هسعلك في ريفيو اكتر من كده، المفروض ان احنا بنحاول نقلل وقت الفيديو. فبكده هكون خلاص الريفيو الخاص بالساعة الهالو 3 برو بلس. اتمنى ما اكونش طولت عليك، اتمنى يكون الريفيو وضح لك كل حاجة محتاج تعرفها عن الساعة. في النهاية ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة، ولو عجبك ده اللايك الجميل، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم السمارت ووتش بشكل خاص اكسسوارات الموبايل بشكل عام. معكم محمد في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.